مساء الخير مدام عايدة رياض، ومرحبا ببغداد. مرحب بك وميرسي على الاستضافة الجميلة دي، ومرحب ببغداد. فعلا احنا سعيدين جدا انه انت اليوم نورتنا بحوار خاص، وسعيدين انه انت ببغداد. بس سمعت انه هاي مو اول مره. لا هي مش اول مره، بس مش عايزه اقول اول مره من يعني 15 سنه لا هم اضربهم في 2 او في 3 تقريبا بس انا مش هقول، بس هقول مضطريه اقول يعني. طيب. هعمل ايه يعني، انا اول مره اجي بغداد الجميله، وليها ذكرى جميله عندي جدا. انا كانت اول بلد، اول ما انضميت للفرقه الكبيرة يعني قبل كده في الأشبال، من عندي 12 سنة ل 16 سنة تدريب، وأول ما اتضميت للفرقة الكبيرة يعني أول ما ترقيتي، أول ما خلاص بواجه الجمهور بقى قبل كده تدريب، جيت في العراق، وليا ذكرى جميلة جدا جدا جدا. شنو كانت؟ هقول لك عليها. أنا رقصة اسمها البامبوتي، بس أنا ما كنتش برقصها، أنا أشبال يعني رقصة دي تراث، الأشبال بيجوا بيرقصوها يعني حاجة حلوة يعني، في ناس مؤسسين للرقصة البامبوتية بيطلعوا يعني بيكبروا ويسيبوا الفرقة، والأشبال بيتعلموا يعني بروفيشنال. احنا بنطلع بيها. المهم رحت طبعا الفرقه دي، الرقصه دي البامبوطيه بتاعت شيك شيك المرزوقه تعالي جنب، شيك شيك المرزوقه تعالي جنب، تعالي جنبي، تعالي جنب، وهكذا. بتاكل 40 سنه؟ بطل بقى، هتقعد تفكرني وانا شايف واحده يعني شاب هتقعد تفكرني. لا خلاص خلاص، احنا قلنا 4 سنين. انا على العموم كل مرحله في العمر ليها جمالها. بس انت من الناس اللي كل ما بيكبروا بيحلووا. ايه رايك؟ ايوه صلح كده. مش كده؟ صلح صلحت صلح، انت حر. صلح، ده جمهورك يدمرني. يدمرك حبيبي الشعب العراقي العظيم. طيب خلي بالك، يعني جيت رقصتي اول مره؟ لا طبعا كنت جاي برقص، بس برقص رقصه واحده في الاخر كده اسمها الدبكه. طيب كده يعني. المهم بعد ما عرضنا كانت رقصه البامبوتيه دي مسجله تلفزيونيا، مسجله في التلفزيون، فشعب العراق بيتفرج على الرقصه في التسجيل، بس احنا بقى رحنا الفرقه لايف، فبنعرض الرقص على المسرح أكيد في العراق. بعد ما خلصنا الرقصات ونازلين بقى كده، الجمهور بيسلم علينا العراقي، فواحده كده ست قالت لي الله وين البزونه؟ وين البزونه؟ ما جت معاكم؟ البزونه؟ شو بزونه؟ يعني ايه بزونه؟ في ايه بزونه؟ ايه البزونه؟ كان معانا مرافق يعني عراقي. فقال لي بزونه دي القطه. قطه؟ بل القطه. هي كانت بترقص معاكم قطه ولا ايه؟ لا ما كانتش. لما اتصورت الرقصه في التلفزيون فاتت قطه، هم افتكروا ان القطه دي من ضمن الرقص. نجمت اكتر منكم. طب انت كنت عارفه وقتها يعني ايه بزونه؟ العراقيين افتكروا ان القطه من ضمن الرقصه. فطبعا ذكرى طبعا ما تتنسيش طبعا. وطبعا في ذكرى وحشه بقى. ايه هي؟ واحد من الراقصين البامبوطيه، كنا نازلين في اوتيل الزرقاء حاجه كده، باي منطقه؟ حاجه مش فاكره بقى، من زمان قوي. و 4 سنين. أربع سنين. ف توفى، كان دخل ياخد دوش وكده، وكان الغاز شكل البزونه كانت مسحوره. والله توفى بقى. انا سمعت انه عندكم البزونه دي يعني حاجه ما بتستخدموهاش خالص يعني. لا البزونه، اسم البزونه مش ممكن انساه، دي قطه. والافيه بقى الحلو قوي انك القطه، ان انتوا افتكرتوا القطه من ضمن الرقصه. ايه الرقصه ما جاتش؟ ليه البزونه ما جاتش يعني معاكم؟ انا ما كنتش عارفه يعني ايه بزونه. طيب مدام عايده، خلينا نرجع على رمضان. يعني مسلسلين والاثنين نجاح يجنن. انا صراحه ما شفت مسلسل حكايه مره. دور جديد فيه على فكره. بس دور جديد يعني، طالعه صاحبه بنسيون الراقيه، تعتي عن الشعب اللي كفتي كذا سنه. شرسه قوي، والنهايه صعبه. شفت النهايه؟ سيده متسلقه. صرتي بحياتك بيوم من الايام متسلقه؟ لا عمري. ومصلحكية يعني؟ لا لا عمري. عمري انا واحده طبيعيه جدا، بحب الحياه، مانيش ملاك. ليا اخطائي وليا مميزاتي، بس الحاجه الغالبه عليا ان انا بجد انسانه بسيطه، ومش متسلقه، ومش بتاعه مصلحه، ومش بتاعه ناس وقفوا جنبي. لا انا حياتي كلها يعني باجتهادي. انا بس انت اتجوزتي مطرب، ساعدك انك تكوني نجمه؟ لا لا بالعكس، ده قعدني. ده انا جوازي من محرم فؤاد قعدت مثلا
10 سنين بعيد عن الاضواء. ضحك عليا هو قال لي انت هترقصي وانا هغني. ولا رقصت ولا غنيت ولا عملت حاجه. ما بيغير عليكي، كان دايب فيكي بقى. طبعا كان بيحبني. طب انا عندي سؤال تقيل، لسه بتحبيه؟ لسه بتشيلي مشاعر؟ طبعا بص، العشره يعني العشره دي شيء مهم جدا، اقوى من الحب نفسه. طب ما اتجوزتيش ليه دلوقتي؟ تاني يعني اتجوز تاني؟ والله ما لقيتش حد يعني عايز يتجوز. ما لقيتش يعني. طب احنا دلوقتي بنعمل اعلان. المدام عايدة رياض. لا لسه عايدة. نفسي بقى يعني، نفسي بقى. ممكن تتزوج عراقي؟ طبعا عراق ده لنا الشرف اتجوز عراقي. طبعا عراق دي بلد عريقة وعظيمة ومن ثوابت الوطن العربي. يعني العراق دي يعني من ضمن كده يعني العراق ومصر وسوريا، دول بلاد يعني رصينة، حصين الوطن العربي. طبعا ان شاء الله العراق ترجع احسن من قبل ان شاء الله، والجهود صحيح الشباب. صحيح الشباب العراقي العظيم. مدام عايده، سمعنا بالفتره الاخيره سؤال خبيث شويه، انه في مشاكل بينك وبين الراقصه والفنانه لوسي لانها رفضت انك تشتغلي بليالي الحلميه الجزء الجديد، سمعتي بالموضوع؟ قول عندي فكره عن الموضوع. ايه هو الموضوع؟ هي تسالت انه هي كانت في خلاف بينكم، فجاوبت انه هي كانت رافضه وجودك بليالي الحلميه لانك متي بالاجزاء اللي قبلها. عرفتي كيف؟ لا 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 لا، الكلام ده مش مظبوط. لا هي قالت كده. لا الكلام ده مش مظبوط خالص. طب ايه المظبوط؟ اولا مفيش علاقه بيني وبين لوسي، يعني كل محبه وكل خير يعني. إيه انا بس شفت مره هي كتبت كده انترفيو عايده راحت عليها وكبرت ومش عارفه ايه شويه كده، بس مش متاكده اذا كانت هي اللي كتبت ولا الصحفي هو اللي كتب، عشان انا ما بحبش اغلط في حد. اكيد هي كانت مرشحه لعين الحلميه، ما كانش فيها ليا دور خالص اصلا يعني. يعني كانوا عاملين خطوط اللوسي ومفيش فخراني، مفيش كان في مفيش صفية العمري. طب أي لا كان في صفية العمري طبعا موجوده يعني، بس الباقيين ما كانش مكتوب لهم يعني، هم الاساسي. نعم. وبعدين الاختلاف بين لوسي والمنتج عشان الفلوس. دي الحقيقه اللي ما حدش يعرفها. مش علشانك؟ لا 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 لا، ماليش دعوه. هي ما تعرفش اصلا ان انا جيت عملت مكانها. بس لما جيت اعمل لما هي مشيت، انا هم جم قالوا لي قلت لهم انا اعرف ان لوسي ماضيه تشتغل. قالوا لي، قلت لهم بس انا ازاي انا حمدي وهي ماضيه؟ انا ليا دور اصلا، ان انا ام الولد اصلا. بس مش كنت ميته يعني قبل كده زي ما قالت؟ لا لا ما كنتش ميته، لا ما كنتش ميته ولا حاجه. ميته هي موتتني. احنا كان الجزء الاخير انا والهام شاهين كنا في جزء واحد اللي هو الجزء الرابع تقريبا، او الخامس، او الرابع او الخامس تقريبا. وبعدين اختلفت عشان الفلوس. فهم راحوا جايبيني، قلت لهم يعني، فالمنتج بيقول لي لا انا ليا دور، ما اقدرش اعمل دور لوسي. قال لي خلاص نغير ونعمل الخط تاني اللي هو بتاعك انت، ان انا ام الولد اللي هو اصلا في المسلسل. ولغوا دور لوسي خالص. وده اللي اتعمل، ان ليالي الحلميه دي ادوار اعمده المسلسل. ما كانوش ليش ما نجح برايك مثل باقي الاجزاء؟ طبعاً صراحه طبعا. ليش؟ انا معاك، ما نجحش. اولا العمالقه اللي كانوا موجودين مش موجودين، زي استاذ الفخراني طبعا، زي صلاح السعداني يعني، وكل حاجه، والمؤلفين واستاذ اسامه انور عكاشه بس استاذ مجدي ابو عميره طبعا ده مخرج، وايمن بهجه قمر هاي، وايمن بهجه قمر هايلين. بس هم يعني واحد تاني كاتب جو تاني. بص، وكان معمول خمس اجزاء ناجحه جدا جدا، لكن الموضوع يبيني عشان ما نخرجش بقى ونقول كلمه وجهها لوسي اخيرا. والله يا لوسي انا يعني مش عارفه، انا مش متاكده، انا متاكده ان انت ما تقوليش الكلام دوت، الكلام ده وتقولي عايده راحت عليا، انت اكبر مني طبعا. طبعا ده اكيد يعني بترقص من زمان قوي قوي يعني، قبل مني بكتير يعني. وبعدين هي دخلت التمثيل يعني متاخر وهي كبيره يعني. فازاي انا بقى ايه بقى؟ فطبعا فصلي على النبي. انا متاكده انت طبعا بتقولي كلام اكيد مش على لساني، لان لو على لسانك مش معقول تقولي ان انا اكبر منك يعني، مش ممكن طبعا اكيد. طيب. يعني وطبعا هو الراجل الصحفي كاتب عايده راحت عليها وانت مش عارفه ايه،
فانا مش عايزه اتكلم لان يعني التاريخ هيقدر يقعد سينمائيا في اهل القمه مع سعاد حسني فنانه كبيره اول جايزه سينمائيه لعايده رياض. ثانيا كيت كات استاذ محمود عبد العزيز مخرج داوود عبد السيد جايزه جايزه سينمائيه مش تلفزيونيه. تعرفك ما ينحكي عن حلقاتي رادله ثلاثه على الطريق ثلاثه على الطريق طيب. اللعب مع الكبار عادل بالحديث عن اللعب مع الكبار في مشهد شهير جدا يعني باللعب مع الكبار ده يتبادل عن تاريخ سينمائي والسينما تاريخ طبعا ومسرح سوليست الفرقه القوميه صحيح المسرح عندي جوز ولوز وعندي واحد ليمون وثاني مجنون وعندي تكسب يا خيجه لا يعني انا مش عايزه اتكلم عن تاريخ طبعا. انت اضطرتني ان انا اقول الكلام لا 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 تعريفك كبير مدام عايده بالحديث عن تعريفك فيلم اللعب مع الكبار في مشهد شهير جدا بينك وبين عادل امام لما تتخانقوا بالمطعم طبعا تتذكرين كواليس هذا المشهد؟ طبعا اتذكر طبعا احكي لنا بص بقى استاذ عادل امام طبعا قامه كبيره وعالم من اعلام السينما المصريه علم مصر التاريخ الوطن العربي كله هو استاذ عادل امام يعني لما تيجي كده استاذ عادل امام ده تؤرخ التاريخ كله هو السينما المصريه هو السينما المصريه بصراحه يعني ربنا يديله طول العمر امين جاء في المشهد ده بالظبط انا كنت بقى في الفرق ورياضيه جدا انا بقول لك ايه يا عايده يضربيني شلوت انت رياضيه وانت حر بتقعد تقول لا بس انت خلي بالك مني كمان ما تدينيش كمروسيه جامدين قوي انت حر والله العظيم هو كان انسان لذيذ وعملنا مزونسين انا وهو قال لي انت في الشلوت اللي ده قال لي انت هتقعديني كده ويموت من الضحك المشهد يعني طبعا عملنا كان مشهد وبتاع مع الاستاذ شريف عرفه اخرج المشهد ده وان شوت ما عدا ما ساعة بس ساعة ما تعادش يعني الترابيزه وان شوت لحد ما قعدني على على الترابيزه يعني ده بقى في قطع تاني يعني تتذكري من شيء؟ على قعدتي في نفسها ده المشهد انت اكلت ده محفوظ طب قولي لنا حاجه منه اكلت وشربت واكلت وقع مش قادر اقول لك طبعا هي ايه كانت القعده؟ بص انا كنت محظوظه قوي بجد والله انا كنت محظوظه اني اشتغلت مع ناس عمالقه عمالقه حظي جميل طيب اتضربتي تاني في افلام ثانيه ضربه ما تنسيها شوف في طبعا اللعب مع الكبار طبعا دي استاذ عادل امام وفي ف ضرب 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 لا بس المشهد اللي انت بتتكلم عنه ده مشهد تاريخي خالد خالد انت قلت الجمله يعني مش عايزه اشرحها لان خالد مع الجمهور صعب اعلق عليه صحيح يعني بقى موجود دائما على فكره كنت بعمل مسلسل هوجن طبعا هوجن مع محمد عادل امام ده كمان شاب جميل ودورك كان حلو ونجح المسلسل جدا قعدت اتكلم ما بيني وبينه قلت له بص بقى عملت مع باباك مشهد حلو قوي قوي عايزين نعمل مشهد زي ده هو رد عليا وقال لي بصي يا عايده بصي ده مشهد خالد لا يمكن اجي ولا هنقدر نجرب بصراحه كان كان كلامه جميل وكده وهو ممثل موهوب على مثلت مع كل النجوم الشباب تقريبا وضمنهم محمد رمضان رمضان طبعا برايك هو هو نمبر 1 مثل ما يقول بص انا هقول لك حاجه بص اليومين دول اللي احنا فيها موجودين محمد رمضان لسه طالع ففعلا طالع ومسيطر وليه جمهور جامد جدا هو ممثل موهوب جدا جدا وليه شعبيه بس نمبر 1 مستفزه شويه لا بص الفترة دي هو نمبر 1 انت اول واحدة تقولي هذا الشيء لا انا مش اول واحدة هو فعلا نمبر 1 يعني هو سنه صغير ولسه طالع يعني قبل كده كان عندنا ممثلين طبعا مش عايزة الغيهم طبعا لكن هو جديد انا بتكلمني على الشباب الجداد اللي لسه داخل فيهم هو نمبر 1 نمبر 1 في الكام حاجة اللي عملهم صحيح يعني ايه بعد كده بقى يعني كان اختياره حلو جدا فالمسلسل ابن حلال كان عامله حلو قوي قوي وهو ده بدايته في التلفزيون صحيح الاسطوره الناس كلها كانت مبهوره يعني ساعه المسلسل ما كانش في حد بينزل بره فيعني في الاعمال اللي عملها الكام سنه دي كان نمبر 1 في طبعا والورق مهم جدا الورق كمان كان نمبر 1 صحيح طيب بتقري ورق حاجه دلوقتي او تحضري شيء ولا لسه؟ انا عملت طبعا مسلسل حلو قوي طبعا ابو جبل غير هوجن طبعا هوجن ده كان اخراج شيرين عادل اللي عملت العار وعملت طبعا اعمال عظيمه مخرجة جدا كبيرة مخرجه كبيره فعلا هي صغننه في السن صغننه جدا ولكن موهوبه جدا وعملت ابو جبل اخراج احمد صالح مصطفى شعبان طبعا كان معنا نخبه كبيره جدا من الممثلين برده كان مسلسل حلو جدا جدا انما طبعا
مره بقى ده المسلسل جالي مفاجاه بصراحه بسرعه. ده كان جالي. طيب في شيء جديد على 2020؟ لا ده لسه بكتبه. لسه بكتبه مش حلو خالص. طيب سؤالي الاخير، لو كنتي راقصه فقط كنتي اليوم نجمك اكبر صراحه؟ بص انا بحب الرقص جدا، ان هو بدايتي، يعني هي بدايه الحقيقه ان انا كنت بطل الجمهوريه الجمباز وانا صغيره في المدرسه. طبعا حقيقي يعني وانا في مرحله ابتدائيه كنت بالمسرحيات فراشه يعني على المسرح، يعني بطل الجمباز ماليش دعوه بالرقص يعني. وبضرب موسيقى وكورديون وبيانو، هنا على فكره في البيانو اضرب لك عليه حاجات حلوه قوي. خلاص في في يعني كنت غاويه الفن بشكل. وبعدين جت مدرسه بتعمل لنا دايما في المدرسه حفلات عيد الام وكده، فجت شافتني وانا بعمل رئتي رياضيه ومرنه وانا بعمل شكلك مصري جدا، فجت خمسه ثلاث حاجه كده يعني حاجات الفلاحي دي اطفال بقى بنعملها كده. فجت قالت لي في فرقه قوميه فنون شعبيه طالبه بنات عندهم 12 سنه اشبال اشبال يقعدوا مثلا من، قلت لها يعني ايه فرقه فنون شعبيه يعني ما كنتش عارفه التصوير مش فاهمه كلامها. اكيد 12 سنه. انت شفتي فيلم اجازه نص السنه بتاع محمود رضا وفريده فهمي؟ قلت لها انا بحب الفيلم ده. وقيت اهو بقى الرقص ده بقى بتاع فريده فهمي خمسه ثلاث، قلت لها انا بحبه قوي. قلت لها تقعدني من 12 سنه ل 16 سنه تدريب بس. وقعدت بقى الاربع سنين، طبعا كنت داخله هزا يعني انا في المدرسه ودي بقى الفرقه هوايتي. الموضوع مشي بقى بجد، وزي ما قلت لك انضميت بقى 16 سنه للفرقه الكبيره. وعن طريق المسرح كان بيجي مثلا استاذ يوسف شاهين، اول مره وقفت قدام كاميرا كان فيلم دوكيومنتري مع استاذ يوسف شاهين، طبعا معروف هذا الشيء. وبعدين استاذ نور الدبرداش بقى جه المسرح وتوالت وشافني بعمل وتوالت شكرا جزيلا. انا فرحان جدا لانه انا اليوم حاورتك ولانه انت اليوم قدامي، فرحان انه تعرفت على شخصيه جديده. انت مختلفه عن التلفزيون صراحه. انا طبعا سعيده جدا جدا، وانا جاي طبعا هنا في العراق الحبيبه الغاليه على المصريين كلهم. ان شاء الله ما تكون اخر مره. لا ان شاء الله ما اكونش اخر مره، وجايه عشان مهرجان قطنا بشتم في اوتيل بابل قاعد جلجامش. جلجامش صلحني كده كفايه علي قطنا بشتم مشكله قطنا بشتم. وميرسي جدا جدا، وانا سعيده جدا بالحوار الجميل بتاعك. شكرا جزيلا، شهاده اعتز بها. شكرا جزيلا لمتابعتكم، وانتظرونا بحوار خاص جديد. شكرا مدام، نورتيني. ايه رايك؟ انت تحفه طبيعيه جدا. ها جدا.